هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية نحو مأرب موثق بالصور، ما هي الأبعاد السياسية للإنجازات العسكرية؟ حرب نفسية بفبركات وأكاذيب إعلامية تستهدف قيادة صنعاء وقواتها وأنصار الله، هل يكون الفشل مصيرها كالعادة؟ قلق إسرائيلي من إنجازات اليمنيين ومن قدراتهم العسكرية وقرارهم المستقل، كيف أرعب بأس اليمنيين أعداءهم؟ مرحبا بكم. إذا كانت الحرب خدعة قديما وحديثة، فإن ممارساتها لا تعفي أطراف الصراع من خوض معاركهم بصدق وأخلاق، وعليه فإن نتائج الحرب النفسية ستكون خطيرة على من يخوضها بالكذب والفبركات حين تدحضها الوثيقة والصورة، كما يحصل اليوم في مدينة مأرب اليمنية، أين الاستعراضات الإعلامية للتحالف السعودي وما حصل فعلا على الأرض؟ فارق كبير كما تؤكده صور عرضتها الميادين توثق تقدم الجيش واللجان الشعبية نحو مشارف مأرب، وفيها تبدو السيطرة فعلية على معظم الأجزاء الشمالية وعلى الناحية الغربية للسد بالكامل. أهمية معركة مأرب أنها حاسمة ميدانيا وسياسيا، وفيها رسالة بشأن إصرار اليمنيين على تحرير أرضهم وعدم الاستسلام للدعوات الخادعة لوقف إطلاق النار. فلا واشنطن بدت جدية ولا التحالف السعودي، إضافة إلى القلق الإسرائيلي من قوة اليمن ثلاثية الأبعاد، قدرات عسكرية تتطور باضطراد، وموقع جغرافي حيوي لمصالح الدول، وقرار حر مستقل يدعمه محور واسع الحيلة والانتشار. إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من العاصمة صنعاء عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله القاضي عبد الوهاب المحبشي. معنا من لندن رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية سيد عبد الباري عطوان. ومن واشنطن محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كيتو سيد داك بيندو. مرحبا بضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها نبدأ بهذا التقرير. على جبهة مأرب تقدم كبير للجيش اليمني واللجان الشعبية نحو مشارف المدينة وسدها، تطورات تقول صنعاء إنها دفعت العديد من شيوخ القبائل في المدينة وقيادات ميدانية إلى التواصل معها بنية تسوية أوضاعهم، فهل اقترب الحسم؟ حسين السيد. تتبخر أحلام التحالف السعودي وحلفائه في مأرب، الجيش اليمني واللجان الشعبية يتقدمون نحو مركز المحافظة التي تعد أبرز معاقل حزب الإصلاح وحكومة هادي. نحن فوق سد مأرب ومديرية جبل مراد. تقدم وثقته مشاهد حية بثتها الميادين تثبت سيطرة الجيش واللجان فعليا على معظم الأجزاء الشمالية لسد مأرب، وتمكنها من التمركز على بعد كيلومترات قليلة من المباني العمرانية للمدينة، وهو ما أكده مصدر عسكري للميادين. ثبات قوات صنعاء في التقدم إضافة إلى ظروف المقاتلين الميدانية لم تمنع من التعامل بإنسانية مع الأسرى الذين قرروا تسليم أنفسهم. وصل عدد الأسرى إلى حدود 200 وفق مصادر للميادين أشارت إلى وقوع نحو 1800 قتيل من قوات التحالف وهادي والقاعدة والسلفيين، وجرح نحو 3000. مدرعاتهم تحرق. ضربات صنعاء الموجعة في مأرب دفعت عددا من شيوخ القبائل في المدينة وضباطا كبارا في حزب الإصلاح إلى فتح قنوات اتصال معها بنية ترتيب أوضاعهم وتسليم أنفسهم وفق ما تؤكده مصادر ميدانية للميادين. ندعو أبناء مدينة مأرب بأن يعني الآن يتخذوا الموقف الصحيح وأن يعينوا وأن يتعاونوا مع القوات اليمنية بأي شكل من الأشكال. قلب موازين القوى لصالح صنعاء يترافق مع تخبط كبير لقوات الإصلاح يظهر من خلال استعانتها بعناصر من القاعدة والسلفيين لمحاولة صد هجوم الجيش اليمني واللجان، تقول المصادر، وتشدد على أن القوات اليمنية لن تتردد بالتحرك لمواصلة عملياتها حتى تطهير آخر شبر من البلاد. الله أكبر!
مرحبا من جديد بضيوفنا. سأبدأ من صنعاء وإياك سيد عبد الوهاب المحبشي. في المنجز العسكري اليوم وتبدو الطريق معبدة باتجاه الوصول لحسم مأرب بالكامل، نريد أن نقف عند الأهداف التي تحصدها صنعاء، تلك التي توخّتها ووضعتها منذ مواجهة هذه الحرب على اليمن وفي اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. ماذا تحصد اليوم انطلاقا من هذا المنجز العسكري في الأهداف السياسية أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نحييكم ونحيي ضيوفكم الكرام. وبالنسبة للسؤال فإن مأرب أولا وأخيرا هي جزء من الأرض اليمنية ومن الدولة اليمنية الواحدة والتي مركزها وعاصمتها صنعاء، ولذلك فالموضوع الطبيعي والوضع الطبيعي لمأرب هو أن تكون ضمن الجمهورية اليمنية وأراضيها مستقلة خارج إطار سيطرة تحالف أجنبي غازي يقوم بغزو اليمن واحتلاله باعتراف من تحالفوا معه أو عملوا لمصلحته بأنه تحالف يحرص على مصالح دوله ولا يحرص على الشعب اليمني ولا على أراضيه ولا مياهه الإقليمية ولا موانئه ولا مدنه ولا سكانه ولا كذلك منشآته الاقتصادية. فمن الطبيعي أن تكون مأرب في تتبع صنعاء وأن تكون حرة ومستقلة وتحت الدولة المركزية في اليمن. الجانب الآخر، تظهر أهمية مأرب وضرورة تحريرها من ردة الفعل، ردة فعل بريطانيا وردة فعل أمريكا وردة فعل التحالف الكبير الواسع الذي يقف خلف السعودية والإمارات عندما ضجوا، علم اليمنيون جميعا بأن مأرب ليست معركة السعودية أو تحالف العدوان مع اليمن، وإنما هي معركة التحالف الواسع الذي يدعم تحالف العدوان، وهي معركة تعتبر أمريكا نفسها وبريطانيا يعتبران أن هذه المعركة تعنيهما بشكل مباشر، لأن مأرب وكذلك كل المنشآت النفطية وكل المدن النفطية والمناطق النفطية في اليمن وفي غير اليمن هي ملف ليس وطني بالنسبة للأمريكان وليس إقليمي، بل هو ملف يعني الأمريكان بشكل مباشر. ولذلك فالأمريكي معني بمصادر الطاقة أينما وجدت، ولذلك فمأرب تعني له الكثير ويجب أن تظل تحت سيطرة الأدوات. ولذلك ضج الأمريكي من تحرير مأرب ويعمل على منع هذا التحرير. سأعود لهذه النقطة لاستبيان كيف ذلك، ولكن فيما طرحه سيد عبد الوهاب المحبشي انتقل إليك سيد دكباندو للوقوف عند الرأي الأمريكي هنا، أو ما تستطيع أن تنقله من قراءتك من متابعتك للمقاربة الأمريكية، لأنه ما فهمناه بأنه ما قدم على أنه مبادرة أمريكية لإدارة بايدن كانت تشترط وقف القتال في مأرب. انطلاقا من هذه التطورات التي باتت مأرب أمام شبه حسم، كيف ستكون القراءة الأمريكية انطلاقا أيضا مما قدمه السيد عبد الوهاب المحبشي؟ إدارة الرئيس بايدن تحاول أن تقوم بأمرين مختلفين. أولا ترغب أن تنهي مشاركة الولايات المتحدة في الحرب ودعمها للسعودية، وفي الوقت نفسه تريد الولايات المتحدة أن تنتهي الحرب بأسرها وأن يرسى السلام من خلال المفاوضات. وبالتالي إذا قامت الإدارة الأمريكية بالإعلان عن عدم دعمها للعمليات الهجومية السعودية، ولكن متابعة الحرب أمر رأته محبط ولا سيما معركة مأرب، ولذلك تحاول الإدارة الأمريكية أن تفرض بالضغوط على الحوثيين لوقف الهجوم والعودة إلى التفاوض، في الوقت عينه عدم العودة إلى دعم العمليات الهجومية السعودية. هذا الأمر أظهر صعوبته إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تحافظ على علاقتها مع السعودية، ولكن هناك ميل في الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب وعدم المشاركة في أي هجوم تقوم به السعودية في اليمن.
لكن سيد باندو، في موضوع المبادرة الأمريكية، ولو بسؤال متابعة فقط للاستيضاح، الولايات المتحدة الأمريكية تطرح أمر إيقاف القتال وكأنه في معركة بين طرفين في جبهة معينة، وليس نتحدث عن حرب على مدى 5 سنوات. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ويعني تقوم المملكة بتحالفها بكل أنواع الحصار والحرمان في كارثة إنسانية بشكل كبير. عندما تختلف موازين القوى على المستوى الأرض، يكون في إنكار للوقائع وأنه نوقف القتال ونفتح مفاوضات. تحت أي عناوين أو كيف تقرأ مثل هكذا خارطة الولايات المتحدة الأمريكية حتى تطرح وقف قتال؟ الولايات المتحدة داعمة لوقف إطلاق النار وتأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار من أجل السماح للتفاوض بالمضي قدما وبتوفير المساعدات الإنسانية. هذه الإدارة تولت زمام الأمور لتوها ورأت أن هذه الحرب أصعب بكثير مما تأملت أن تعنى به، وكانت تعتبر أنه إذا ما أنهت دعمها الهجومات التي تقوم بها السعودية فسيؤدي ذلك إلى وقف سريع للعدوان. ولكن نعرف أن هذه حرب دامت 6 سنوات وهي معقدة جدا، ووجدت الإدارة الأمريكية أنه ليس لديها ورقة ضغط كبيرة على الحوثيين وليس لديها الكثير من نقاط الضغط من أجل فرض وقف لإطلاق النار. أو بمعنى آخر، وأنا أنتقل للسيد عبد الباري عطوان، في رعاية أمريكية متعددة الوجوه للحرب في اليمن وعليها وصلت إلى طريق مسدود في إنكار الوقائع الميدانية، وذلك يعني برز من المفاوضة بالنار إن صح التعبير انطلاقا من هذه التطورات الميدانية التي وصلت إلى نقطة قد تبدو حاسمة بشكل أو بآخر، مفصلية على مستوى المواجهة بالنسبة لصنعاء باتجاه مأرب. كيف ترى هذه النقطة سيد عطوان انطلاقا من المشهد اليوم الميداني الموثق بالصور، الحديث عن الوصول باتجاه مأرب التي تبدو وجودية إن صح التعبير بالنسبة لمن يمثل تحالف أو هادي وما إلى ذلك على الأرض اليمنية؟ ست رامية، تحية لك، تحية لضيوفك وتحية للسيدات والسادة المشاهدين. أنا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتعامل مع القضية اليمنية وهي قضية مستمرة منذ 6 سنوات، أو حرب مستمرة منذ 6 سنوات ودخلت عامها 7. الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لعدة أمور. الأمر الأول أن تتعاطى مع هذه الأزمة أو مع هذه الحرب كقضية إنسانية فقط وليس كقضية سياسية، يعني تريد أن تكون أنه توصيل مساعدات، رفع بعض القيود أو الحصارات جزئيا، لكن لا يوجد للولايات المتحدة أو لمندوبها أو ممثلها ليندر كينج في اليمن أي خطة متكاملة لليمن ما بعد وقف إطلاق النار. هذه مسألة ربما الآن توقيف المفاوضات أو آسف توقيف الحرب، توقيف التقدم على مأرب، ثم بعد ذلك اذهبوا إلى مفاوضات قد تستمر 10 سنوات، قد تستمر 6 سنوات، لا أحد يعرف على وجه التحديد. هذه نقطة. الأمر الآخر، مأرب يعني الآن عندما بدأت قوات أنصار الله واللجان الشعبية في التقدم نحو مأرب، هنا الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بشكل متسارع. لا، عقدت اجتماعات سياسية مع حركة أنصار الله في مسقط، والآن تقول أنه احنا قدمنا لكم وثيقة أو مبادرة سلام وعليكم أن تقبلوا بها وإلا. هل هي لا يريدوا أن تظل أو يتم السيطرة على مأرب من أنصار الله أو أي جهة أخرى على أن تظل لربما لمفاوضات لاحقة. الولايات المتحدة الأمريكية إذا لاحظت ست رامية تسيطر على آبار النفط والغاز السورية في شرق الفرات وفي شمال شرق سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية هي تسيطر على آبار النفط في العراق واحتياطات النفط في العراق، وكان الغزو الأمريكي للسيطرة على هذه الآبار والاحتياطات لأكثر من 30 عاما قادمة من خلال شركات نفط أمريكية. تسيطر على الهلال النفط الليبي بالكامل من خلال قوات حفتر ومن خلال أيضا حلفائها في ليبيا. هذه الحقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية لا
تتحرك إلا من أجل النفط والسيطرة على النفط، على أن هي يعني تسيطر على عوائده وتختار الجهة التي تكون موالية لها وتسيطر على هذه الآبار. طيب نقطة أخرى، يعني الآن حركة أنصار الله الحوثية تتقدم بشكل متسارع، ولا بعد 8 كيلومترات من قلب العاصمة أو قلب مأرب على وجه الخصوص. يا سيدتي، مأرب احتياطات النفط والغاز في مأرب يعني كميات غير عادية، ليست الأرقام الحقيقية أو الأرقام المطروحة حاليا حول اللي هي الاحتياطات النفطية والغازية، هذه مضللة. اليمن يعوم على، خاصة اليمن الشمالي يعوم على بحيرة من النفط والغاز. أهمية النفط اليمني والغاز اليمني أنه مفتوح على البحار المفتوحة. صحيح. لا يمر بمضائق، لا يمر بهرمز ولا بباب المندب ولا بقناة السويس ولا أي شيء. فهذه الآن في تقديري الحوثيون يكسبون وقتا ويحاولوا أن يسيطروا على هذه المدينة قبل أي مفاوضات. إذا سيطروا عليها أنا في تقديري كسبوا الحرب، يعني لا حرب بعد مأرب على الإطلاق. هناك يعني واضح جدا أنه أصبح اليمن الشمالي في معظمه هو في تحت سيطرة حركة أنصار الله الحوثية. نقطة أخيرة، يعني حركة أنصار الله جزء من محور مقاومة يا ست رامي. هذه يعني ليست يعني لا يعني محور كبير جدا، والقضايا هذه المحور او هذا المحور متشابكه. يعني في هناك مفاوضات نوويه ايرانيه قادمه او معرقله مع الولايات المتحده الامريكيه، في هناك حرب ناقلات بين ايران وبين دوله الاحتلال الاسرائيلي بدات تظهر على السطح بعد يعني اخفاء لعده اشهر هنا او حتى سنوات. هناك ايضا يعني في من يريد ان يحسم هذه الحرب. إذا لاحظنا أنه عندما بدأت أنصار الله تقصف المدن ومنشآت النفط السعودية، يعني خفت الغارات السعودية قليلا على مأرب، لأنهم يعرفوا جيدا إذا تدخلوا إذا ناصروا الشرعية بالطيران هذا يعني المزيد من الطائرات الملغمة المسيرة الملغمة والمزيد من الصواريخ البالستية والمجمعة. في تثبيت لمعادلات ردع يعني تطورت على زمن الحرب في اليمن وعليها، ووصلنا إلى ما يشبه أنه صافر مقابل أرامكو أو ضربة مقابل ضربة حتى في العمق بالنسبة للمملكة العربية السعودية. سيادة القاضي عبد الوهاب المحبش، يريد أن نقف عند هذه النقطة بالنسبة للقرار، يعني كما أشار سيد عباري عطوان، وكيف يصنع القرار في صنعاء خصوصا فيما يحمل بأنه ضمن قرار إيراني. نريد أن نفهم استقلالية القرار في صنعاء. في آذار من العام الماضي قبل نحو عام يحيى سريع تحدث عن أنه العام السادس من الحرب من صمود اليمن ستكون أقصى وأشد إيلاما في السنوات من السنوات السابقة، وتحدث عن امتلاك مخزون واستراتيجي وأسلحة ردع وعلى رأسها الصواريخ البالستية، وأنه في المزيد من الضربات النوعية. هذا القرار كيف يصاغ في صنعاء؟ القرار في صنعاء يتخذه قائد الثورة سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفي كل المجالات السياسية والعسكرية يبنى هذا القرار على تحليل عملي وواقعي لكل المعطيات في إطار الثوابت الكبيرة للثقافة القرآنية وللمسيرة القرآنية منذ انطلاقة المسيرة القرآنية في عام 2002. في إطار هذه الثوابت والخطوط الواسعة والعريضة يتخذ القرار السيد القائد، والسيد القائد لديه القيادات الكبيرة داخل الدولة اليمنية والمتخصصين والمستشارين الكبار من سياسيين وعسكريين، ولكن في النهاية عندما يتخذ القرار فالقرار قرار حكيم، والشعب اليمني يعرف هذه الحقيقة في قائده منذ بداية الثورة في اليمن، بل من ما قبل ذلك من زمن مواجهة النظام الظالم السابق عندما كان السيد حفظه الله يقود المجاهدين المظلومين وهم يواجهون الحملات العسكرية الظالمة من قبل النظام، ولم يحصل على الإطلاق القاضي أن كانت لو سمحت لي سيد القرارات سيد عبد الوهاب التي تتخذ مرتجلة أو
ما أريد أن أسأل فقط في يعني عندما ذكرنا ما طرحه قبل نحو عام المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع، نفذ فيما نشاهده فعلا يعني وصولا إلى الوصول إلى مشارف مأرب. الملف اليمني يأخذ بعد إقليمي ودولي، ويعني وتم التقديم في صنعاء بأنها ضمن محور مقاومة. أين يفرز القرار في مثل هكذا مواجهة بالنسبة لاستقلالية القرار اليمني وبين الالتقاء على مستوى الاستراتيجي في محور المقاومة في مواجهة أوسع؟ نريد أن نوضح ذلك ولو يعني نفسره للمشاهد فيما يقدم من اتهامات، خصوصا حيث وصلنا في الحرب في اليمن وعليها، لأنه تدخل الولايات المتحدة الأمريكية على خط المفاوضات طلب إيقاف الحرب وما إلى ذلك أو إطلاق النار معذرة. بالنسبة لمحور المقاومة فأنتم ونحن نعرف بأن الكل في محور المقاومة، وإن كان هناك شيء من التنسيق ومن تطابق الأهداف لكنه تطابق في المحصلة العامة. أما على مستوى المعركة فكل بلد يخوض معركته وفق ما يقتضيه ميدانه العملي والفعلي، والميدان العملي والفعلي عندما يكون في اليمن فالقيادة في اليمن تتخذ القرار، والقيادة في اليمن تتخذ القرار الذي يمليه عليها واجبها ومسؤوليتها ووعيها وبصيرتها، مثل الإخوة في حزب الله في لبنان، ومثل الإخوة في غزة، ومثل الإخوة في كل دولة بحسب ظروفها وواقعها وإمكاناتها. وبالتأكيد فإنه لا يمكن أن يكون التوجه العام لدى محور المقاومة أن يكون لدى شعب من الشعوب مظلومية بحجم المظلومية التي يعيشها اليمن، ومع ذلك يكون توجه الآخرين في المحور هو أن يستسلم الشعب اليمني. لا يمكن على الإطلاق ذلك. وإذا كان التوجه هو الصمود والمقاومة كاسمه وهو محور المقاومة، فكل خطوة يقوم بها الشعب اليمني هي تصب في نفس الاتجاه، مقاومة الغزو والاحتلال والعدوان المباشر الذي تقوم به الولايات المتحدة من خلال أدواتها أو مباشرة وما بقي تحت ذلك، فهو تفاصيل في إطار هذه المقاومة العسكرية أو الأمنية أو السياسية أو على أي مستوى. هنا سيد باندو أسألك، الولايات المتحدة الأمريكية في مقاربتها للملف اليمني تريد أن تزج الملف على مستوى يعني الصراع بشكل أو بآخر مع إيران. إيران تقول بأننا لا نفاوض عن أحد، كل ملف نتحدث عن قوى لها استقلالية القرار. ما مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر للملف اليمني انطلاقا مما نسمعه من الإنجازات الميدانية من تطور هذه الاستراتيجيات في طرف قوي حاضر على مستوى المعادلة في اليمن؟ هذه نتيجة ما وصلت إليها يعني حرب السنوات المستمرة التي تقودها السعودية بإعاز يقدم الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن. ما مشكلتها أن تقرأ حقيقة موقع ومكانة اليمن في الطرف الحاضر الآن على الأرض؟ لماذا تريد أن تربطه بإيران؟ عندما تورطت الولايات المتحدة في الحرب تورطت باعتبار ذلك تدبيرا سياسيا لدعم السعودية، وبالتالي نظرت الولايات المتحدة إلى هذه المنطقة من منظار المواجهات بين السعودية، ولم يكن هناك الكثير من المعرفة في الولايات المتحدة عن تاريخ اليمن الطويل وعن الصعوبات في الصراع العسكري السياسي على مر الزمن. وما دفع إدارة بايدن لتغيير سياستها هو التركيز على حقوق الإنسان، وهذا الإحباط إزاء التداعيات الإنسانية للوضع في اليمن. ولكن هناك ميل ما زال قائما للنظر إلى هذه الحرب على أن إنه حرب بالوكالة بين إيران والسعودية، وأمل أنه في حال خاضت الولايات المتحدة مع إيران في الاتفاق النووي سيكون هناك مفاوضات أخرى تعزز فهم الولايات المتحدة لدور إيران. ولكن على الأقل اليوم هذه الإدارة ما زالت ترى هذه المسألة من خلال
النظرة السعودية وأيضا الإيرانية باعتبار أن هناك مواجهات أو حربا بينهما. سيد باندا، ولو أيضا بسؤال متابع، لا أدري إذا كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تغسل عار المشاركة في الحرب اليمنية بنظر الوليلات الإنسانية بأن تقول بأن هذه حرب وصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران وما إلى ذلك، لكن إذا كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية تغير سياستها في اليمن وموضوع حقوق الإنسان، كيف يستوي ذلك في حين يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية تقرير مفصل يفضي بأن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا وقطع ولم تحاسبه، وجاءت مجددا الحديث عن بعض الأطراف الأدوات التي نفذت على مستوى ملف كاليمن الكارثة الإنسانية الأعلى والكلام للأمم المتحدة؟ تستطيع أن تقول بأنها تمتلك معايير تخولها بالفعل لتتحدث عن حقوق إنسان في اليمن، وهي يعني تمارس ازدواجية معايير المصلحة مع المملكة العربية السعودية على مستوى قتل شخص قطع تقطيعا في قنصلية بلاده؟ كيف يعني يمكن أن تقاربها لنا بالمنطق هذه؟ السياسة الأمريكية إزاء حقوق الإنسان لطالما كانت تتمتع بهذه الازدواجية، وهذه ميزة أن تكون الولايات المتحدة من الدول العظمى، ولكن أيضا لديها الاعتبارات الأمنية التي تضعها فوق كل اعتبار، وهذا ما حصل أيضا مع إدارة بايدن. لقد فضعها ما قامت به السعودية، وهناك الكثير من الداعمين للرئيس قد انتقدوا ترامب بشدة إزاء موقفه تجاه السعودية، ولكن عندما دخلت الإدارة الأمريكية الجديدة أو تولت الرئاسة كان عليها أن تحافظ على هذه العلاقات، وبالطبع لا يمكن أن نأخذ الإدارة على محمل الجد عندما يكون هناك انتقاد لانتهاك حقوق الإنسان من قبل السعودية من دون اتخاذ تدابير للقيام بأي خطوات تجاه ذلك. ونرى ذلك أيضا مع إيران عندما تقول أنها قلقة من ممارسات إيران، ولكنها لا تحرك ساكنا عندما يتعلق الأمر بالسعودية. هذه هي مشكلة مستمرة لسوء الحظ، ولكن الإدارة مهتمة بوضع الإنساني في اليمن وتريد بشدة تمرير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وترغب برؤية نهاية لهذه الحرب. وبالتالي هناك تقدم نراه مقارنة بإدارة ترامب التي لم تكن تهتم إلا بما تريد الرياض أن تقوم به في ذلك الوقت. طيب، في يعني تطور اليوم الميداني، قبل أن أنتقل إليك سيد عبد الباري عطوان، نريد أن نعرض بعض من المشاهد، لأنه عملية التوثيق التي تقوم بها صنعاء مهمة جدا على مدى يعني السنوات الأخيرة. المعارك الميدانية، التحول الاستراتيجي في عملية توثيق بالصوت والصورة، لأنه في دائما في المقابل فبركات إعلامية ومحاولة تضليل، سيما وأن وصل الميدان إلى ما وصل إليه في التحول الكبير على ما استمعنا أيضا من السيد البخيتي اليوم. سنشاهد هذه الصور معا مشاهدينا، والتي حصلت عليها الميادين والتي تؤكد التقدم الميداني للجيش وأنصار الله في مأرب. نتابع وأعود مباشرة للسيد عطوان. هذا كما تشاهدون هم أبطال الجيش والجان الشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، كما تشاهدون هذا أحد طلبة الجيش والجان الشعبية. هذه معسكرات كما تشاهدون. هذه آليات العدو تشرد، يا ربي لك الحمد. هذا آليات العدو تشرد. يا جن. تحرق، يا ربي لك الحمد. طائرات طيران العدوان السعودي الأمريكي.
هذا أبطال الجيش والجيش الشعبية. هذه كما تشاهدون أحد الدبابات. وهذه السيارة التي تم إعطابها. هي من درعات العدو تم اغتنامها. وهذه أحد الغنائم. هذه أحد غنائم الجيش والجان الشعبية. تم تفعيلها. هي من درعاتهم تحرق تحرق يا ربي لك الحمد. تولم تولم تولم. أولى أهدى مرتزقة العدوان قد يلا من علي ربيع الجهمي يعني ما هو لك أخوي أخوك الله المستعان أنا اسمي مكرم محمد محمد الرحمن القادر عوض حسن. سيد عطوان، ما أهمية عملية التوثيق؟ أنت لك يعني تجربة وباع يعني طويل في العمل الإعلامي وفي المتابعات الميدانية المهمة حتى على المستوى الاستراتيجي، أهمية أن نشاهد هذه الصور توثيق بالصوت والصورة يعني التقدم الميداني بهذا الشكل، لا سيما عندما نتحدث عن معركة حاسمة بهذا الشكل معركة مأرب، وخصوصا أنه في محاولة يعني للعمل الإعلامي مقابل، يعني ما كنا نتابعه عندما كانت الأزمة بين قوسين الخليجية، كان في بعض الإعلام من باب النكاية إن صح التعبير مع المملكة يتابع بعض التطورات في اليمن، الآخر حيادي، اليوم في عملية كلام مقابل تماما يحاول دحض ما وصل، وأكثر من ذلك في محاولة للإساءة عليه بالنسبة لصنعاء لقيادات في أنصار الله وما إلى ذلك. هذا المشهد بالمقابل هذه الصورة كيف يمكن أن تراه؟ يا ست رامية، أول درس درسناه في الصحافة وندرسه في الصحافة هو أن الصورة لا تكذب. يعني الصورة لما تكون ميدانية مثل هذه الوثائق اللي شفناها وهذه الفيديوهات، هذا يعني يؤكد طبيعة الوقائع على الأرض، يؤكد بأن هناك طرف هو الذي يملك اليد العليا. يعني إحنا ما شفنا الطرف الآخر إيش عنده حتى هذه اللحظة لسبب بسيط، إنه غير يعني اللي هو المتحدث باسم التحالف هو الذي يتحدث، لكن لم نرى مثل هذه الأفلام ومثل هذه الصور في عرض يعني مباشر وبدون تقطيع. يعني فالصورة مرة أخرى أقول لا تكذب، هذا يعني دليل وجود تقدم حقيقي في أرض الميدان. هذا التقدم يعني لم تخرج أي جهة وتنفيه بالمطلق، بالعكس يعني هناك حالة صمت. يعني شاهدنا الأسرى، شاهدنا الدبابات أو العربات المدرعة المضروبة، شاهدنا جنود يتقدمون معنويات عالية، هذا كله يعني له تأثير كبير في ميدان المعارك وهو الذي يحسم هذه المعارك. أنا يعني بس بدي أرجع شوية لورا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيطا محايدا، الولايات المتحدة الأمريكية طرف متورط في هذه الحرب، هي تعرف جيدا، هي منذ اليوم الأول كانت متورطة في هذه الحرب، الآن تريد إنقاذ التحالف وليس إنقاذ الشعب اليمني. الهدف الأساسي هو أن تتوقف الحرب وأن تنقذ أو تجد مخرجا للتحالف السعودي من هذه الحرب، وبعد ذلك تغسل يديها وتترك اليمنيين في القتال بينهم البعض، يعني مثل ما حدث في أكثر من منطقة وفي أفغانستان على وجه التحديد. يعني بعد ما أخذت غرضها ونجحت في إبعاد الاتحاد السوفيتي وهزيمته في أفغانستان ووقف إطلاق النار، تركت الأفغان يحاربون بعضهم البعض، ميليشيات تكونت وبقية القصة معروفة. الولايات المتحدة الأمريكية طرف أساسي في هذه الحرب ومتورقة. طيب بقولوا والله أنصار الله مع إيران، طب يا أخي ما الشرعية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا ومع الإمارات ومع السعودية؟ يعني طيب يعني 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 طب الإنسان في حرب يعني يحتاج إلى أي إنسان يمد له العون، يعني سواء كانت إيران أو كانت مصر أو كانت تركيا أو كان، يعني هل هي الحقيقة عندما تكون هناك حرب؟ لكن البعض يقول لك والله يا أخي إيران، طيب ما هو كمان أمريكا موجودة وكمان بريطانيا موجودة وكمان يعني فرنسا موجودة، يعني هذه هي المشكلة الأساسية. هذا هو يعني يجب أن نكون صرحاء في هذه المسألة. يعني هذه حرب، يعني هل يموت اليمنيين مثلا؟ يعني ما يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم؟
كيف كان الوضع في بداية الحرب؟ كان الوضع في بداية الحرب طائرات التحالف تقصف مساجد، تقصف أعراس، تقصف مجالس عزاء، تقصف مدارس، تقصف مستشفيات، يعني قصف من كل الأنواع. لكن عندما كانت هناك أو عندما بدأت تتواجد على الأرض قوة ردع، بدأ هذا الأمر هناك يعني بصاروخ مقابل صاروخ، أو حتى يعني صاروخ يصل إلى العمق السعودي. هذه هي الحقيقة. هذه الحرب هي أكبر حرب حقيقة تعرضت لتشويه، وتعرضت لاتهامات، وتعرضت لتزوير، يعني لسبب بسيط، لأنه الطرف اليمني مساكين إيش عندهم؟ عندهم محطة هالمسيرة، يعني هي محطة المسيرة CNN مثلا، ولا ABC ولا CBS، بينما الطرف الآخر عنده كان في بداية الحرب كانت هناك الجزيرة، وكانت هناك العربية، وكانت هناك الحدث، وكانت هناك سكاي نيوز عربية، وكانت هناك الـ LBC، وكل هذه كانت إمبراطورية يعني إعلامية ضخمة جدا. فلذلك ضاعت الحقيقة. الآن يعني في قناة الميادين، وقناة البيدين يعني الله يعينهم يعني صراحة. طيب راحوا جابوا هالوثائق وهالصور وكل حاجة، هل شاهدنا نفس الشيء من يعني توثيق؟ لا، أنا تقديري هذه الصور لا تكذب، وهذه الحرب حرب مأرب هي التي ستحدد مستقبل الأزمة اليمنية. وأي مفاوضات أو أي خطة سلام يجب أن أولا ترفع الحصار كاملا عن الموانئ، عن المطارات، عن الشعب اليمني، وثانيا يجب أن تتضمن نصا صريحا بالتعويضات. الشعب اليمني يجب أن يحصل على يعني مئات المليارات من الدولارات تعويضا على هذا التدخل الأمريكي وتدخل التحالف في اليمن. غير ذلك لا، وفي النهاية سينتصر الشعب اليمني وستنتصر الوحدة اليمنية. وهذا الانتصار هو يعني والبأس لليمنيين هو مصدر قلق بالنسبة للإسرائيليين. سنواكب يعني هذه النقطة مع موضوع أيضا هذا التوثيق المهم، خصوصا أنه ما شهدناه في الطرف المقابل قبل أيام، يعني محافظ مأرب بن قوسين التابع لي يعني حكومة هادي كان يتحدث أنه أغيثونا مأرب على وشك الحسم بالنسبة للقوات القادمة من صنعاء. ثاني يوم كان تركي المالكي المتحدث باسم التحالف يعني يأخذ كم صورة في محيط مأرب، يعني هذه فقط كانت ما يقدم، وهذا يعني ضروري الإشارة إليه في حجم ما يقدم بالصوت والصورة والأدلة وتطور الميداني مستمر. لكن سنقف مع فاصل. سيد عطوان وسيد عبد الوهاب المحبشي وسيد دكباندو ومشاهدينا، تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. وسط المعارك الدائرة في محافظة مأرب، يحاول التحالف السعودي فتح جبهات جديدة في مناطق أخرى من اليمن لتخفيف الضغط في عن قواته المتراجعة في مأرب. فعلى الساحل الغربي تركزت تحركات التحالف على استقدام التعزيزات والقطع البحرية، وتحديدا قبالة سواحل الحديدة، فيما تجددت المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية والتحالف على مشارف المحافظة. أما في محافظة حجة شمالي الحديدة، فأطلق التحالف السعودي عملية عسكرية مفاجئة ضد الحوثيين، زاعمة أنها تمكنت من السيطرة على بعض القرى بغية السيطرة على مديرية عبس، وذلك وسط حديث عن معركة حامية تدور للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة. وفي الجنوب الساحل الغربي لليمن، حيث محافظة تعز، تعمل قوات التحالف على تشكيل جبهات قتال جديدة هدفها تخفيف ضغط الجيش واللجان الشعبية المتزايد على جبهة مأرب. إذن تتجه الأنظار إلى مأرب الغنية بالنفط والغاز، حيث يشن الجيش واللجان الشعبية هجوما يبدو أنه سيكون حاسما للمعركة هناك، في ظل تقدم متسارع في جبهة تعد حاسمة ليس في الصراع اليمني السعودي بل في المنطقة عموما، وهو ما يفسر تعرض صنعاء لحملة دعائية معادية. محمد بو عبد الله. هي أم المعارك تلك الدائرة في مأرب، حيث يتحدد مصير اليمن. تصاحبها حرب نفسية ضد صنعاء. إلى جانب السعودية وحلفها الحربي العدواني، تنضم أطراف بدعمها الإعلامي وانحيازها في التهجم على الجيش اليمني واللجان الشعبية. كانت قبلها بعض تلك المنصات الإعلامية أقرب إلى الحياد نسبيا، لكنها اليوم تشارك في التحشيد الإعلامي ضد حركة أنصار الله
بعد انخراط دولها في التقارب مع الرياض، من ذلك الترويج لإشراك المسيرات التركية، وأن استخدام السعوديين لها سيكون حاسماً للمعركة على الأرض في وقت يبدو فيه حسمها لمصلحة صنعاء قاب قوسين. لا تخلو المعركة من الدعاية والإشاعة والتشويه، وتشمل الهجمة تحميل صنعاء المسؤولية عن فشل المسعى الأمريكي للحل السياسي. في الأصل ذاك مقترح يمثل رؤية السعوديين، بتعبير المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام الذي قاد الوفد المفاوض في سلطنة عمان قبل أسبوعين. يؤكد قادة صنعاء أن واشنطن تحاول الالتفاف لتحصيل مكاسب بالطرق الدبلوماسية بعد عجز التحالف السعودي عن تحقيقها حربا وحصارا. بمقترحاتهم يبحث الأمريكيون عن إنجاز يحفظ للقيادة السعودية ماء وجهها بعد 7 سنوات من عدوان على اليمن كان وبالا أيضا على السعوديين من دون أن يتحقق هدف ابن سلمان. لكن الطريق إلى تسوية حقيقية جدية يمر عبر مأرب في حسابات صنعاء، وحين ذاك لا خيار أمام الرياض إلا التفاوض المباشر لا بالوكلاء في اليمن. وأبعد من السعودية ينتاب الإسرائيليين قلق وانزعاج، فإنجازات اليمنيين بجيشهم ولجانهم الشعبية تعد كابوسا للنفوذ الإسرائيلي في المنطقة، إذ انتصار الجيش واللجان الشعبية في إدراك الإسرائيليين هو انتصار لمحور المقاومة وتغيير جيوسياسي واستراتيجي له ما بعده. جد ترحيب بضيوفنا، سيد دكباندو معنا من واشنطن، عبد الباري عطوان، سيد عبداري عطوان معنا من لندن، وسيد عبد الوهاب المحبشي معنا من صنعاء. وإياك أستأنف النقاش سيد المحبشي في نقطتين لطفا. في عملية أهمية التوثيق بالنسبة لصنعاء في مثل هكذا معارك استراتيجية، معارك تحول أيضا على مستوى الميدان. النقطة الثانية موضوع القلق الإسرائيلي كما يقدم من تعاظم القدرة في صنعاء على مستوى أيضا استراتيجي، كيف تعلقون عليه؟ قبل ذلك اسمحوا لي بس أن أضيف نقطة توضيحية في سياق المقارنة التي تحدث عنها الأستاذ عبد الباري في شأن ما الفرق أن يكون ما الضير في أن يكون لدى أي طرف ارتباطات. الفرق الجوهري بين العلاقات والعمالة. العمالة التي يمارسها الطرف الآخر في مواجهة محور المقاومة بشكل عام وفي حربه على اليمن هو أن العميل يعمل لمصلحة الأمريكي وليس لمصلحة لا اليمن ولا السعودية ولا الإمارات، بينما العلاقات الحرة والمستقلة والمتكافئة تعني أن أي طرف كان يعمل لمصلحة وطنه، لمصلحة بلده ولمصلحة قضاياه، وهذا الفرق الجوهري، وما بعده يعتبر تفاصيل. بالنسبة للسؤال فالتوثيق مهم بالنسبة لنا طيل كل الحروب وكل المعارك البطولية التي خاضها الجيش واللجان الشعبية موثقة، وأعتقد بأن قناة الميادين ستحظى بالكثير من هذه الملفات في الفترة المقبلة لتكون نافذة الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية بشكل عام في مواجهة الحملة الإعلامية الكبرى التي تدشنها على مدار 6 سنوات الإمبراطورية الإعلامية التابعة للأمريكان والممولة خليجيا. أما بالنسبة للفبركة فالفبركة قديما وحديثا اعتدنا عليها، ولكن شعبنا أصبح أكثر وعيا من كل ما يفبركون، وأكبر دليل على ذلك أن كل ما ينجز في البلد أصبح يهز من الأعماق ويخيف من الأعماق حتى كيان العدو الصهيوني. وعن هذه النقطة تحديدا، الخوف والقلق الإسرائيلي كان بين نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام حتى اليوم في العديد من التصريحات على غير مستوى، كان سياسي وعسكري من صنعاء، يعني كان في تحذير وتهديد مباشر حتى لإسرائيل، بمعنى إذا كان هناك أي عدوان سيكون في رد. تم الحديث عن الصواريخ المجنحة من صنعاء إلى إيلات، يرصد اليمن بعين إسرائيلية على مستوى الرقعة الواسعة في الإقليم. هذا القلق كيف تردون عليه أو تعلقون عليه من الموقع حيث يعني وصل القرار اليمني المستقل كما تقدم؟ ذلك ما كنا نبغي، هذا القلق هو أمر مطلوب بالنسبة لنا، ونقول نحن نحمد الله أن إسرائيل أصبحت تقلق من كل عمل يقوم به أبناء الشعب اليمني ويجاهدون فيه، وهذا القلق نعتبره قربة إلى الله في أننا أصبحنا نقلق هذا العدو وهذا الكيان الغاصب والمجرم،
وكان الشعب اليمني كما نعتقد في زمن طويل عندما كان غائبا عن التأثير في المشهد الفلسطيني، كنا نعتبر بأن ذلك الوضع قد ربما يرتب على أعناق الناس جميعا في اليمن آثارا وآثاما نتيجة تركهم واجبهم ونتيجة عدم قيامهم بمسؤوليتهم. أما اليوم وقد أصبح الإسرائيلي يقلق، فيحق له أن يقلق، وبإذن الله سيلاقيه في المستقبل ما هو أبلغ من القلق، وبإذن الله سيكون النصر في اليمن الحاسم عن قريب له أثره المباشر على مستوى هزيمة كيان العدو الصهيوني في المنطقة برا وبحرا. هذا ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية. بالانتقال إليك سيد باندو، مع الإشارة قبل ذلك سيد عبدالوهاب المحبشي، نحن يشرفنا فعلا في الميادين وننطلق من الواجب المهني والأخلاقي في مثل يعني تقديم أي فيديوهات تبين بالفعل حقيقة ما يجري في اليمن على أكثر من مستوى، إن كان بما فيه المستوى العسكري الذي تفضلت بالحديث عنه. سيد باندو، هناك قلق من إسرائيل عبر عنه يوسف كوهين في إدارة بومبيو، نقل في لقائه بإدارة ترامب بالتقائه وزير الخارجية في حينها في تلك الإدارة مايك بومبيو عن ما تمتلكه صنعاء من ما اعتبره قوة استراتيجية كبيرة، وتحدث عن الصواريخ، وهذا ينسحب على الكثير من التعليقات في إسرائيل. في إدارة بايدن كيف ينظر لهذا القلق الإسرائيلي من موقع اليمن؟ اليمن لديه موقع حيوي استراتيجي ويهم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على مستوى الصراع كيف في مقاربة، كيف هي مقاربة بايدن لمثل هكذا قلق إسرائيلي؟ بالنسبة لهذه المسائل، الرئيس بايدن سوف يتخذ موقفا مستقلا أكثر مقارنة بالرئيس ترامب. الرئيس بايدن يريد العودة إلى خطة العمل الشاملة مع إيران، حتى لو أن السيد نتنياهو لا يحب ذلك أو لا يرغب في الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي، ولكن رأينا أن نتنياهو عبر عن أو أن الرئيس بايدن عبر عن عدم امتنانه لبعض المواقف التي اتخذها نتنياهو، ولا سيما مع الرئيس ترامب. بالنسبة لمشاغل وقلق إسرائيل، تعرف الولايات المتحدة أن إسرائيل قلقة إزاء إيران، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تتخذ موقفها إزاء اليمن بناء على مخاوف في بالنسبة لما قد يحصل مثلا إزاء إسرائيل. أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب الآن في أن ترى نهاية للحرب في اليمن، وانتهاء هذا الصراع سوف يضع حدا للمخاوف مع التوصل إلى حل سياسي بصرف النظر عن هذا الحل. وتعرف الولايات المتحدة أنها لا تستطيع أن تملي ذلك، فالولايات المتحدة ليس لديها أي نفوذ على الأرض لاتخاذ هكذا قرار. سيد عطوان، القيادة في إسرائيل الأمنية السياسية والعسكرية تدرك بأن العداء من الشعب اليمني وأيضا قواه الحية ليس عداء ظرفيا مرحليا سياسيا، وإنما عداء له جذور تاريخية وأيضا يعني فيه واجب وطني وقومي، فكرة استئصال إسرائيل وإعادة يعني تحرير فلسطين، وهذا أمر غير قابل للمساومة. إسرائيل تدرك ذلك. الخطر بالنسبة لإسرائيل ينطلق من القوة المتراكمة استراتيجية التي تمتلكها صنعاء قرارا وقوة عسكرية. ضمن هذه الرؤية الإسرائيلية، ما موقع صنعاء في يعني يمكن أن نقول معادلة الردع الاستراتيجي لإسرائيل انطلاقا من هذه المخاوف من موقع صنعاء وإمكانياتها وموقفها؟ يا سيدتي، يعني والله اللي بتورطوا مع الشعب اليمني والله سيهزموا. ما في شعب، يعني قليل، يعني أن يكون هناك شعب عنده هذه الإرادة الوطنية والإرادة القتالية مثل الشعب اليمني. يعني احنا 6 سنوات ونحن نشاهد كيف تطورت القدرات الدفاعية والهجومية للشعب اليمني في مواجهة أعدائه وفي مواجهة الذين اعتدوا عليه وعلى ترابه وعلى سيادته وعلى كرامته الوطنية. يعني الآن احنا بنتحدث، عندما قلت في بداية هذا البرنامج انه احنا على أبواب حرب ناقلة،
طيب أين ضربت هذه السفينة الإسرائيلية التي يقال أنها كانت تنقل سيارات؟ أين ضربت؟ ضربت في خليج عمان، هناك شواطئ يمنية أكثر من 1500 يعني كيلو متر لليمن على البحار المفتوحة، على المحيط الهندي، على البحر العرب، على في باب المندب، على البحر الأحمر. فاليمن الآن يعني ما يقلق الإسرائيليين؟ أولا الإرادة القتالية اليمنية، أكثر ما يقلق الإسرائيليين أن تكون هناك قيادة تستطيع أن تضغط على زر الحرب، تضغط على زر الصاروخ، هذا مسألة مهمة. وفي اليمن هناك قيادة تستطيع فعلا أن تطلق الصواريخ على إيلات، على بير السبع، على ديمونة، أي مكان، في هناك إرادة قتالية. يعني من مارس هذه القيادة، من مارس هذه الإرادة ضد المملكة العربية السعودية أو ضد الإمارات أو في داخل اليمني، هذا يملك الإرادة لضرب أهداف داخل العاصمة الإسرائيلية. أمر آخر يا ست رامي، خليني بس بالله أكمل. أمر آخر إحنا بنشوف، إحنا نشاهد يعني مسرح الحرب يوميا في اليمن. كل يوم إحنا نأتي خبر، والله صاروخ مجنح وصل إلى مطار جدة أو وصل إلى ميناء جدة، صاروخ مجنح وصل أو طائرة وصلت إلى مطار أبها، صاروخ أيضا باليستي وصل إلى الرياض، صاروخ وصل إلى ينبع. طب هذه الصواريخ، هذه الصواريخ التي أصابت منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية في العمق السعودي، ماذا تعني؟ هذه تعني أنها دقيقة جدا وتستطيع إصابة أهدافها، ومرة للمرة الألف أقول أنها لم تجرح أو تقتل سعوديا واحدا. يعني طب هذه قمة الدقة. إسرائيل تخشى من الدقة. ما يعني جنرال إسرائيلي متقاعد قال بالحرف الواحد ثلاث صواريخ من جنوب لبنان ممكن أن تجعل إسرائيل تعيش ظلاما لأشهر قادمة. ثلاث صواريخ فقط. هذا جنرال إسرائيلي مش جنرال يمني. تتخيلي هناك آلاف الصواريخ الآن. يعني ديفنس نيوز المجلة المتخصصة في الحروب وفي الأسلحة قالت في عددها الأخير سامحني انتهى الوقت بالكامل. شكرا جزيلا لك سيد عباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية، ضيفنا من لندن. سيادة القاضي عبد الوهاب المحبشي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله ضيفنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. والسيد دوغ باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كيتو ضيفنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كل الشكر لضيوفنا ولمشاهدينا، إلى اللقاء.